ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. النموذج الذي ترونه على الصورة الآن على الشاشة الآن هو النموذج الذي سنحله اليوم بإذن الله على الساعة 7 مساء عن مباشر. نقرأ معا النموذج، هو النموذج في التربية العلمية والتكنولوجيا كما تلاحظون. نقرأ معا هذا النموذج. التمرين الأول: نحقق التجربة الموضحة بالشكل، هذه التجربة، وبعد مدة نلاحظ أن إحدى الشمعتين انطفأت والثانية بقيت مشتعلة. أي الشمعتين ستنطفئ وأيهما ستبقى مشتعلة؟ الأولى أم الثانية، يعني رقم واحد أو رقم اثنين؟ قدم شرحا، يعني فسر. إذا قلنا الشمعة الأولى تنطفئ نفسر، وإذا قلنا الشمعة الثانية تنطفئ نفسر. التمرين الثاني: اكتب صحيح أو خطأ أمام كل جملة وأصحح الجملة الخاطئة. يجب أن نحترم قواعد الأمن عند استخدام الكهرباء كي نتفادى الأضرار الناجمة عنها، صحيح أم خطأ؟ يوجد نمطان في حركة الساعد، حركة الثني وحركة البسط. العبارة الثالثة: أحادي أكسيد الكربون هو غاز عديم الرائحة وسام يؤدي إلى الاختناق والموت، صحيح أم خطأ؟ يوجد الاحتراق غير التام عند توفر ثنائي الأكسجين بكثرة. الهواء ضروري للاحتراق. نقرأ العبارات، نضع صحيح أمام العبارة الصحيحة ونضع خاطئ أمام العبارة الخاطئة، والعبارة الخاطئة نصححها. التمرين الثالث: اكتب كل عبارة في الفراغ المناسب. العبارات هي: المستهلك، أعمدة وأسلاك، البطاريات، تحويل، توليد، التجهيزات. الفقرة هي: يوجد نوعان من المنابع الكهربائية لتغذية، فراغ، التي تشتغل بالكهرباء، فراغ، والقطاع الكهربائي، يعني الكهرباء المنزلية، وتصل الكهرباء إلى منازلنا، فراغ، من محطة فراغ الكهرباء عن طريق فراغ توصيل ثم محطات فراغ. الوضعية الإدماجية. الوضعية الإدماجية هذه حول درس التنسيق الوظيفي أثناء الجهد العضلي. نقرأ معا نص الوضعية: يوم الأربعاء من كل أسبوع هو يوم حصة التربية البدنية لتلاميذ قسم السنة الخامسة ابتدائي، وكالعادة طلبت المعلمة من التلاميذ أن يتغذوا جيدا قبل القدوم إلى المدرسة. بعد انتهاء حصة اللغة العربية خرج التلاميذ إلى الساحة وانقسموا إلى فريقين ليلعبوا مباراة في كرة القدم. وقبل انطلاق المباراة طلبت المعلمة من التلاميذ القيام ببعض الحركات لإحماء الجسم. يمثل الجدول الآتي التغيرات الملاحظة قبل وخلال وبعد حصة الرياضة. عندنا هنا النشاط العضوية، الوتيرة التنفسية تقاس بعدد الحركات التنفسية خلال دقيقة، الوتيرة القلبية وهي تقاس بعدد دقات القلب خلال الدقيقة الواحدة. هنا في حصة اللغة العربية الوتيرة التنفسية كانت 16، ثم في حصة الرياضة 40، وبعد حصة الرياضة أصبحت 23. أما الوتيرة القلبية خلال حصة اللغة العربية 78، خلال حصة الرياضة 140، وبعد حصة الرياضة 90. لماذا، يعني التعليم هنا، لماذا طلبت المعلمة من التلاميذ أن يتغذوا جيدا قبل القدوم إلى المدرسة؟ التعليم الثانية: فسر التغيرات الملاحظة في الجدول مبرزا كل المظاهر التي ترافق الجهد العضلي. نفسروا لماذا هنا عندنا 16 ثم ازدادت ثم تناقصت، نفس الشيء بالنسبة للوتيرة القلبية. حاولوا أن تحلوا هذا النموذج وقارنوا الحل تاعكم بالحل الذي سأقدمه اليوم بإذن الله على الساعة 7 مساء. كونوا في الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.